احنا دلوقتي يا جماعة في سوق الجمعة، سوق السيدة عائشة. أنا هنا. هنا يا جماعة أي حاجة بخمسة. خش على التيشيرتات دي، أي تيشيرت بخمسة. الجزم دي اي جزمة ب50. عندك الحاجات دي اي حاجة ب3، اي حاجة ب5، اي حاجة ب10. عندك القطع الأثرية دي طبعا من قلادة، بكام دي يا سلام عم علاء؟ السلام عليكم. بكام دي يا عم؟ اتفضل يا سيدي. بكام دي يا عم علاء؟ ان شاء الله 50 جنيه، 40 جنيه. وين عم علاء؟ دي مناظر التماثيل في عند الحكومة، اللي هو بيخش المخزن بيصوروه يحطوه في الدوسيه بعد كده حاجات دي. خش على الحاجات التانية. كوتشات أطفال، كوتشات كبيرة. طبعا في مبادرة كلنا واحد بتاعت البرنس. زي قطع خيار، تليفونات، جوالات. انا يا هي اصلا والله هي الواحد اصلا، ما انا عارف هي الواحد. حد الكبريتة عاوز حد يقول لك الاول كده. انا هي قطع خيار كهرباء. كم دي؟ ساعات قديمة، ثلاث كوبايات وصواني، حتة بخمسة. دي كانت زيارتنا النهاردة يا جماعة. احنا ما دخلناش عند الهدوم والملابس، جوه الدنيا زحمه جدا كده. احنا داخلين على سوق العصافير، بس لسه قبل نهايه الشارع. لا لا لا، بكره